أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. Financial Times: السعودية تستضيف مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم لخطة سلام أوكرانيا. التلغراف تقول: بوتين يدفع غرب أفريقيا إلى حافة الحرب. أما واشنطن بوست فكتبت: ترامب يعتزم استخدام التهم القانونية لإعادة النظر في انتخابات 2020، ما يثير حساسية داخل الحزب الجمهوري. تستضيف السعودية اليوم في جدة اجتماعاً لمستشاري الأمن القومي في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: السعودية تستضيف مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم لخطة سلام أوكرانيا. قالت الصحيفة إنه من المقرر أن تشارك عشرات الدول في المؤتمر الذي تستضيفه المملكة، والذي يهدف إلى التأثير على الدول النامية لدعم خطة سلام أوكرانية ومطالبتها روسيا بسحب قواتها من أراضيها. ووفق الصحيفة، يأتي مؤتمر مستشاري الأمن القومي في أعقاب اجتماع مماثل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تكثف فيه أوكرانيا جهودها لإشراك الدول النامية الرئيسية في عزل موسكو دولياً قبيل قمة السلام المخطط لها، والتي تسعى كييف لترتيبها قبل نهاية العام الجاري. وبحسب الصحيفة، فقد دعيت عشرات الدول، أغلبها من الدول النامية التي كانت مترددة في إدانة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لحضور مؤتمر جدة الذي سيمثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان فيه الولايات المتحدة، كما أكدت الصين مشاركتها فيه، ويعد حضورها انتصاراً لكل من الأوكرانيين والسعوديين، بينما لم تدع روسيا إلى هذا اللقاء. وتوسطت المملكة العربية السعودية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وسعت إلى ترسيخ مكانتها دبلوماسياً على المسرح العالمي. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس إدارة زيلينسكي قوله إن عقد القمة في الشرق الأوسط يدمر تماماً رواية روسيا حول أن الدول التي تدعم أوكرانيا هي الدول الغربية فقط. لمناقشة ما جاء في صحيفة فاينانشال تايمز ينضم إلينا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. أهلا بك دوما معنا عبر شاشة الغد. دكتور خطار، أبدأ معك من الهدف من هذا المؤتمر وما الذي يمكن أن يحققه. أحييك أولا، أحيي فريق العمل في قناتكم الموقرة وكل من يتابعنا. هذا الاجتماع في جدة تتم لزخم الدبلوماسية السعودية التي تابعت منذ بدايات حرب أوكرانيا مساعي معينة، إن كان حول إطلاق أسرى، إيقاف الحرب، وأيضا كانت للتعاون مع روسيا في موضوع تخفيض إنتاج النفط، حصة كبيرة في الجهد الدبلوماسي السعودي، وأيضا استقبال زيلينسكي خلال القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية. لذا هذه الخطوة ربما تكون الانطلاق لعملية تفاوض طويلة، يمكنني أن أسمي هذا الاجتماع الاجتماع التمهيدي. لو أن روسيا ليست حاضرة، لكن ملائكة روسيا حاضرة، وعندما تحضر الصين ونعلم تقربها مع روسيا، وعندما يكون هناك نوع من حشد دولي من عدة دول ومن عدة مشارب، كل هذا يعني أننا أمام انطلاقة. بالطبع المسار صعب، معقد جداً، لن يتم بين ليلة وضحاها، ولكنه يمكن القول أنه مع هذا الاجتماع انطلق نوعا ما مسار تفاوضي، بعد الاتضاح أن حرب الاستنزاف لن توصل إلى نتيجة، ولن يكون هناك في هذه المواجهة خاسر بشكل حاسم أو رابح بشكل حاسم. طيب، إلى أي مدى تتوافق مع ما تقوله الإدارة الأوكرانية أنه إقامة هذا الاجتماع في الشرق الأوسط وفي السعودية تحديداً يؤكد أن الدعم الأوكراني لا يأتي فقط من الغرب؟ طبعا الدعم لأوكرانيا لو كان يأتي من الغرب فقط
لكان ميزان القوة بالرغم من كل قوة الغرب العسكرية والاقتصادية لكان ميزان القوة مختل أكثر. المشكلة أن العديد من الدول موقفها حيادي، يمكنني القول أن غالبية الدول العربية موقفها يتمثل بالحياد الإيجابي. هي استنكرت الغزو الروسي لأوكرانيا حسب إشارات القانون الدولي أو أحكام القانون الدولي، لكنها في نفس الوقت لم تنخرط في الجهد الغربي لعزل روسيا أو للحرب ضد روسيا. إذن هذا ليس الدليل على دعم لأوكرانيا، هذا دليل على وجود مواقف متوازنة حيادية حول العالم، هي الغالبية التي تخشى من امتداد هذه المواجهة ومن مخاطر هذه المواجهة بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، بالنسبة للأمن الطاقة، وبالنسبة للأمن العالمي ومصير البشرية في نهاية المطاف. طيب كما ذكرت يعني السعودية كانت تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، يعني لم تأخذ موقف بشكل كامل مع أي من الطرفين، وهنا السؤال يعني لماذا لم تتم دعوة روسيا، وإلى أي مدى للحضور الصيني دور فعال إلى ما يشير في هذا الاجتماع الدور الصيني وعدد من الدول أيضا الحيادية التي تشارك في هذا الاجتماع كالهند مثلا؟ حسب معطياتي تمت دعوة روسيا، لكن روسيا هي رفضت، وروسيا رفضت لأنها ترفض اللقاء مع الجانب الأوكراني. الجانب الروسي عنده مطالب متشددة ويعتبر أن ما يطرحه زيلينسكي من خطة السلام لا يرضي الأهداف الروسية. نحن أمام موقفين متناقضين تماما. هناك نعم سيكون الموفد الصيني وهو أقرب إلى وجهة النظر الروسية، هناك أفارقة ربما يكون في الوسط أو أقرب إلى وجهة النظر الروسية. في مطلق الأحوال روسيا لم تغلق الباب، قالت أنها ستراقب. كما قلت هذا الاجتماع هو اجتماع الانطلاق، اجتماع التمهيد، لكن عندما سيتضح للجانبين أنه لن يكون هناك من تقدم حاسم في الميدان وأن إطالة أمد الحرب سينهك الجميع عند ذلك، وإن لم أكن أتوقع حلاً حاسماً أيضاً يمكن أن أتوقع لمفاوضات تؤدي من جديد إلى تجميد هذا النزاع. يعني تتحدث بتفاؤل إن كان هذا الاجتماع يمكنه أن يجمد النزاع، أم أنه ممكن أن يكون يعني هناك ملفات أيضاً شائكة؟ يعني السعودية لعبت دور في السابق فيما يخص تبادل الأسرى، هل يمكن لهذا الاجتماع أن يرشح له حل فيما يخص أزمة الحبوب مثلا؟ لم أقل أنه سيؤدي بسرعة إلى تجميد النزاع، قلت أنه تمهيدي. ربما من الآن إلى آخر هذا العام، ربما من الآن إلى آخر هذا العام، إذا اتضح للجانب الأوكراني أن هجومه المضاد سيبقى بطيئا، إذا اتضح للجانب الروسي أنه ليس بإمكانه الحسم أكثر والحصول على مكاسب أكبر، عند ذلك يقتنع تقتنع موسكو وكييف. أما بالجلوس إلى طاولة التفاوض وإخراج صيغة تسوية أو تجميد النزاع، هذا توقع يمكن أن يفشل. هذا سيناريو مع الأسف، السيناريوهات ربما بعض المرات تخطئ، غالبا التاريخ ما هو غير متوقع. وبالنسبة لاتفاق الحبوب هناك دور كبير لتركيا في هذا الأمر. تركيا قالت أنها ستأتي بالقمح عبر البحر الأسود وتحوله إلى دقيق، هناك أدوار. أظن نعم هكذا اجتماع يمكن أن يلطف الأجواء، لأنه بعد إيقاف أو تجميد اتفاق الحبوب حصلت حرب مرافق، حرب بنية تحتية بين الجانبين. على هكذا اجتماع يقنع الطرفان بأن هناك إمكانية أيضا لعدم الاستمرار بالتصعيد لأنه لن يؤدي إلى نتيجة. دعني أعود معك إلى الدور السعودي، يعني ما الهدف السعودي اليوم من تحشيد الدعم لأوكرانيا واستكمال مسار كوبنهاجن؟ ليس الهدف الدعم لأوكرانيا من أجل أوكرانيا، كما قلنا غالبية الدول العربية مع القانون الدولي، ولكن الهدف الرئيسي للمؤتمر كما يقال أنه حشد الدعم لخطة السلام الأوكرانية. هل كان من الممكن أن تقف الدول العربية مع العراق عندما دخل العراق إلى الكويت؟
الدول العربية استدعت العالم وأتى العالم ليحرر الكويت. صحيح. يعني في النهاية الدول العربية هي ضمن المجموعة الدولية، ولا يمكنها، يعني لا يمكنها الرهان. حتى الصين لم تؤيد حتى اليوم هذا الدخول الروسي إلى أوكرانيا، لأنها تخشى صحيح. أيضا من عمليات مماثلة في مناطق تخصها أو بالنسبة لأمنها القومي. إذن المسألة حساسة، ولكن كما قلت بقي الموقف متوازنا. السعودية لا تحاول إرضاء أوكرانيا على حساب روسيا، لكن تحاول من خلال إدراكها بمسؤولياتها أن استمرار الوضع خطير، ولا بد من وسطاء. المملكة العربية السعودية تطرح نفسها وسيط، الإمارات العربية المتحدة تطرح نفسها وسيط، يعني هناك يمكننا تركيا، هناك يعني يمكننا البرازيل، القول هناك جنوب أفريقيا، هناك دول كثيرة مستعدة للعب دور الوساطة مع الصين والهند كما قلتم. يمكن لهذا الاجتماع الذي سيضم غالبية هذه الدول أن يقوم بفرز نواة تكون صالحة لقيادة عملية التفاوض. وهنا يتوقع يكون أيضا لهذا المجتمع، يعني لهذا الاجتماع، دور فيما يخص الحياد الجيوسياسي وربما المرحلة المقبلة وليس المرحلة الحالية أو المرحلتين سويا. على كل حال أشكرك خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز العناوين. واشنطن بوست: حكم على نافالني بالسجن 19 عاماً بتهمة التطرف. تقول الصحيفة إن زعيم المعارضة الروسي المسجون حالياً أليكسي نافالني أدين بتهم التطرف وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، بالإضافة إلى أحكام حالية تصل لأكثر من 11 عاماً في قضية فساد اعتبرت بمثابة انتقام سياسي وفقاً للصحيفة، مضيفة أن القرار كان صادماً حتى لمؤيدي الكرملين. الغارديان: الصين تخفف من قواعد الهجرة الداخلية لتحفيز الاقتصاد. تقول الصحيفة إن الحكومة الصينية أعلنت تسهيل الإجراءات المتعلقة بنظام التصاريح السكني التقييدي هوكو في محاولة لتعزيز اقتصادها المتعثر وتحفيز النمو. في الفاينانشال تايمز: تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في يوليو. تقول الصحيفة إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر يوليو كان أضعف مما كان متوقعاً، مع تباطؤ سوق العمل بعد قرابة 18 شهراً من ارتفاع أسعار الفائدة. بوليتيكو تكتب: السفارات الأمريكية تستخدم برمجيات معرضة للهجمات. ووفقاً للمجلة، فإن مكتب محاسبة الحكومة وهو هيئة رقابية حكومية أصدر تقريراً ذكر فيه أن الخارجية الأمريكية في الكثير من سفاراتها تستخدم برامج قديمة، ما يجعلها فريسة سهلة للقرصنة، كما تفتقر إلى موظفي الأمن السيبراني لتأمين شبكاتها الحيوية. تلعب مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية ووكلاء الكرملين الآخرين دوراً نشطاً بشكل متزايد في جميع أنحاء منطقة الساحل الإفريقي، وهو ما يقوض الاستقرار الإقليمي هناك وقد يؤدي إلى نشوب صراع ممتد على مستوى المنطقة. صحيفة تاليغراف تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: بوتين يدفع غرب أفريقيا إلى حافة الحرب. قالت الصحيفة إن غرب أفريقيا أصبح جبهة رئيسية في المنافسة بين الغرب والأنظمة الاستبدادية، حيث تشهد المنطقة حرباً هجينة معقدة ومتعددة الأبعاد بين المجالس العسكرية المحلية المدعومة علناً من روسيا وحلفاء الغرب، وهو صراع قد ينظر إليه على أنه امتداد للحرب في أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من الحكام العسكريين في غرب أفريقيا أظهروا تناغماً بشأن موقفهم من الغرب، مضيفة أن قادة المجالس العسكرية باتوا غير مدركين أن مقاومتهم ضد الاستعمار الغربي تعزز عن غير قصد نوعاً جديداً من الإمبريالية التي وضعها الكرملين ويتم تنفيذها من خلال مجموعة فاغنر.
أوضحت الصحيفة أن نهج الكريملين كان قاسيا تماما، فهو يوفر دعما صريحا لأولئك الذين يغتصبون السلطة ويحرمون شعوبهم من الحق في اختيار حكوماتهم، وهو ما يطلق عليه أو ما يطلق عليه بوتين الديمقراطية السيادية، وهو يعني أنظمة تعتمد على المرتزقة الأجانب والإعانات. أكدت الصحيفة أن الصدام المباشر بين الديمقراطيات والمجالس العسكرية في غرب إفريقيا سيكون كارثياً، حيث يمكن لمثل هذا الصدام أن يجتذب دولاً متعددة ويتصاعد إلى صراع على مستوى المنطقة، متجاوزاً أي صراعات شهدتها القارة في السنوات الأخيرة. الصفحة الأولى مستمرة معكم من الغد وفيها بعد الفاصل. Financial Times: نشاط الصفقات الصينية في الولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوى في 17 عاماً. أهلا بكم من جديد. بعد توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التآمر لمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، يدعي ترامب مجددا أن الانتخابات قد تمت سرقتها، وهو ادعاء من شأنه إلحاق الضرر بالحزب الجمهوري. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع تحت عنوان: ترامب يعتزم استخدام التهم القانونية لإعادة النظر في انتخابات 2020، وهو موضوع حساس داخل الحزب الجمهوري. ذكرت الصحيفة أن ترامب وبعض مستشاريه القانونيين يرون جانباً مشرقاً لأحدث قضية جنائية ضده عبر إمكانية استخدام محاكمته للدفع أكثر بادعاءاته المزيفة بشأن سرقة الانتخابات. أضافت الصحيفة أن المواجهة القادمة في قاعة المحكمة من المتوقع أن تجعل مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في طليعة حملته الرئاسية لعام 2024، وهو احتمال مخيف للجمهوريين وبعض مستشاري ترامب الذين حثوه على التوقف عن إثارة الموضوع. وبحسب مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق، قال ترامب إنه أراد استدعاء الناس بشأن انتخابات 2020 ودفع بأنه فاز، بينما أكد المدعون أنه كان على علم بخسارته وأن ادعاءاته كانت مزيفة. ذكرت الصحيفة أن احتمال إعادة النظر في صحة الانتخابات الأخيرة أسعد الديمقراطيين، حيث يتفق القادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أن إعادة أحياء تلك المسألة من شأنها الإضرار بالحزب الجمهوري بين الناخبين المعتدلين والمترشحين في الانتخابات. في علامة على التوترات الجيوسياسية بين البلدين، انخفض نشاط الصفقات الصينية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين. صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: نشاط الصفقات الصينية في الولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوى في 17 عاماً. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن نشاط الصفقات الصينية في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين، في علامة على التوترات الجيوسياسية بين البلدين والتي تؤثر على النشاط المالي عبر الحدود. وبحسب الصحيفة، فقد بلغ إجمالي استثمارات الاندماج والاستحواذ الصينية في أمريكا 221 مليون دولار فقط حتى الآن خلال هذا العام، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة للاستثمار منذ عام 2006، في حين بلغ الإجمالي في هذه المرحلة من العام الماضي 3.4 مليار دولار. أوضحت الصحيفة أن هذا الرقم يتناقض مع الاستثمار المتزايد في الصين القارية، ففي حين أن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة قد تباطأ، فإن الاستثمارات التي تقوم بها الكيانات الأجنبية في الصين تستمر في إظهار اتجاهات إيجابية،
كما يسلط الضوء على تأثير الجغرافيا السياسية على القطاع المالي العابر للحدود الذي كان مزدهراً سابقاً والذي وفر لسنوات جسراً للشركات الصينية في الأسواق الغربية المربحة. ووفق الصحيفة فإنه إلى جانب الولايات المتحدة أظهرت البيانات أن هناك 189 مليون دولار فقط من الصفقات الصينية في ألمانيا حتى الآن خلال هذا العام، وهو أقل مبلغ منذ أكثر من عقد، بينما بلغ إجمالي النشاط في المملكة المتحدة وأستراليا 503 مليون دولار و228 مليون دولار حتى الآن، في حين لا توجد أرقام صفقات مسجلة لكندا. عودة مرة أخرى ومتابعة لأبرز ما اهتمت به صحف العالم. نبدأ مع الغارديان التي تقول المحكمة العليا في الهند تعلق إدانة راهول غاندي بالتشهير. وفقا للصحيفة فإن قرار المحكمة بتعليق الحكم بالسجن عامين على زعيم المعارضة قد يمهد الطريق له للعودة إلى البرلمان. وحكم على غاندي بالسجن لعامين بتهمة التشهير في مارس في قضية زعم أنها تحمل دوافع سياسية. نيويورك تايمز تكتب اليونان تحدد سقفاً لزوار موقع الأكروبوليس الأثري. وقالت وزيرة الثقافة اليونانية إن بلادها ستبدأ في اختبار الحد الأقصى البالغ 20,000 زائر يومياً بدءاً من سبتمبر المقبل للحد من الاكتظاظ حول الموقع الأثري الأشهر وسط مخاوف بشأن أضرار محتملة بالموقع، كما سيتم تطبيق إجراءات مماثلة على المواقع الأثرية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. Financial Times تكتب ارتفاع أرباح أبل مع تجاوز عدد مستخدمي خدماتها مليار شخص. وفقاً للصحيفة فإن شركة أبل أثبتت قدرتها على الصمود في آخر ربع، حيث تجاوز عدد المشتركين الذين يدفعون مقابل مجموعة خدماتها الرقمية مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ما ساعد في زيادة الأرباح مقارنة بالعام الماضي حتى مع انخفاض إجمالي الإيرادات. بوليتيكو تقول تطبيق تيك توك يواجه غرامة بشأن خصوصية البيانات. وفقا للمجلة فإنه من المقرر أن تواجه منصة تيك توك غرامة بشأن خصوصية بيانات المراهقين والأطفال بحلول سبتمبر، وستصبح هيئة حماية البيانات الأيرلندية هي المسؤولة الآن عن إصدار عقوبة نهائية أو أي إجراء محتمل ضد المنصة. يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شعبية متدنية وسلسلة من الانتكاسات السياسية وانتهاء زواجه الذي دام 18 عاماً. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع تحت عنوان جاستن ترودو يواجه صيفاً مليئاً بالسخط. قالت الصحيفة إن انفصال ترودو عن زوجته يتوج سلسلة من النكسات للزعيم الكندي الذي يبدو أنه فقد لمسته الذهبية مع الناخبين. فبعد 8 سنوات في السلطة تقترب معدلات تأييد ترودو من أدنى مستوى لها على الإطلاق، ويواجه احتمال إجراء تحقيق في كيفية تعامل حكومته مع تدخل الحكومة الصينية المزعوم في الانتخابات الأخيرة. ووفق الصحيفة شهدت حكومته الليبرالية انتقادات مستمرة بسبب دورها في تأجيج التضخم، ولم تنجح بعد في معالجة أسعار أماكن السكن المرتفعة بشدة. ويريد نصف الكنديين حكومة جديدة، بينما يفضل 19% فقط ترودو وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي. يعتبر الكنديون قضايا تكلفة المعيشة مصدر قلقهم الأكبر، على الرغم من البيانات التي تظهر أن التضخم في كندا تباطأ بسرعة مقارنة بذروة العام الماضي، حيث انخفض من 8.1% إلى أقل من 3% اعتباراً من يونيو. وبحسب الصحيفة بدأت الحكومة الشهر الماضي في إصدار مدفوعات لمرة واحدة للكنديين من ذوي الدخل المنخفض للمساعدة في تعويض فواتير البقالة المرتفعة، لكن يبدو أن ذلك لم يترجم إلى شعبية لدى الناخبين.
وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.